الله ومالك الحمد. الا كانت من عند الله مرحبا بها، ولا كانت من عند العبد الله ياخذ الحق. هذا مسكين حالته، وحق الله العلي العظيم الا حالته. شي حاجه اللي ارجونس، حاجه اللي اللهم لك الحمد الحمد لله. اي حاجه كتكون مغفره الذنوب، وما هو مريض وانا مريض اكثر منه، مريض كيقابل مريض ومسكين مع الدب. وحق الله ما عرفتش كيفاش نواسيه وهو صغير، ما تيعبرش على الالم ديالو، تيقول لك غير هنا هنا وصافي. ولكن ديتو للطبيب على الصباح بكري، تعرفوا كل شيء بالدليل. ها اللي خدام في هادشي ديال الطبيب راه يقراها ويعرف ديالاش. انا المرض كيأثر عليا بزاف والله، وصدقوا ملي كتسمع ولدك مريض وانت مريضه، يعني انت مريضه كيزيد ولدك يمرض مسكين، كتبقي تقولي انا مريضه كيفاش غادي ندير نقابل هذاك الوليد مسكين، حتى هو واش نخدم عليه واش نقابلو واش شي مشكل. كل شيء عند الله مخلوف، في اي حاجه ربي كبير. صعيب باش تعيشي في هذه الحياه، صعيب صعيب.